الله سيدي الله 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 سيدي الله 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 سيدي الله 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 يا محمد رسول الله عليه السلام الله يا محمد رسول الله عليه السلام الله يا محمد رسول الله عليه السلام الله 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 سبحان الله 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 مولانا هذه الساحه هذه اللي كتشوفوا الان هي كيسموها المتحف قطر الوطني اطلق عليها اسم براحه الثقافات العربيه. وهذه براحه الثقافات العربيه هي الصدى ديال الملاعب. الا كانت الملاعب فيها اللاعبين وفيها الجمهور قالوا احنا المتحف غادي يساهم على بالتزامن مع الالعاب يعرف بذلك نفس الابطال اللي كيلعبوا الثقافات ديالهم تكون داخل المتحف. وحدد واحد تقريبا 16 يوم كل يوم حدد فيه دولة من الدول. واليوم عندنا الخميس هذا سمينا احنا العرس المغربي، هو اليوم المغربي يوم 9 اليوم الخميس حدوه خاص بالثقافة بالتعريف الثقافة المغربية. هو اللي كتشوفوا الآن في الجالية المغربية احنا سميناها تنسيقية لأنها كانت تقريبا احنا في أكثر تنوعا، احنا كنعكسوا التنوع المغربي. حتى الجالية المغربية اللي كاينة في قطر هي متنوعة. وحنا تقريبا الآن شي في نفس اليوم هناك واحد جناح اخر في الجاليه المغربيه ينشط في نادي الجسره، وحنا هنا باش ما نخليوش اي مكان فارغ، قلنا نشاركوا هنا ونشاركوا هنا. براحة الثقافات العربية هي فضاء أتاحته دولة قطر من خلال متحف قطر الوطني من أجل أنها تجمع كل الجاليات العربية المقيمة داخل دولة قطر باش يقدموا نشاطاتهم ويقدموا يعرفوا الناس على بلدانهم. وجودنا هنا هناك جالية مغربية مقيمة داخل دولة قطر من أجل أولا أن نساعد في إنجاح هذه الفعالية داخل دولة قطر كنوع من العرفان كنوع من الاحتفاء بقطر لأنها أكرمت وفادتنا ولأن فعلا بلدنا الثاني وأغلب يعيش فيه هنا منذ سنوات طويلة. ثانيا من أجل أننا نقوم بعمل أبواب مفتوحة مع سكان قطر سواء كانوا مقيمين أو كانوا مواطنين ونعرفهم على المغرب الحقيقي. الجالية المغربية في قطر هي جالية إذا أردت أن نقول الجالية نوعية جدا. أولا نحن عددنا قليل مقارنة بباقي الجاليات لكن معظم المقيمين في دولة قطر هم جالية نوعية جالية تتميز بالانضباط الكبير والراية تجمعنا وهذا يكفي لكي أن نكون يدا واحدة. أيضا نحن موجودون هنا لأننا بالنسبة لنا هذه فرصة لكي نطلع على بلادنا من هنا من أرض الغربة لأن نحن كمغاربة نرحل ويرحل معنا المغرب. ووجودنا هنا لكي نعبر أننا ونحن هنا على بعد 10,000 كيلومتر من أرضنا الحبيبة نحن تحت راية واحدة الراية الحمراء بالنجمة الخضراء وتحت شعار الله الوطن أمنا.